فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة بين مشجعي الأندية عمل أعلام لبعض الدول، وعمل يقول ملابس لبعض اللاعبين، وهي أعلام وملابس تحمل شعار الصليب، فعندما نذكرهم بهذا الأمر يقولون هذه رياضة وليست بدين. ولو هي رياضة ما يجوز لبس شعار الكفر، شعار الشرك، لا يجوز لك أن تلبسه لا في الرياضة ولا في غيرها. نعم.